السلام عليكم ورحمة الله، عدنا من جديد بمقطع أو عدكم تستمتعون فيه زي ما احنا بنستمتع بإذن الله. أعزائي اللاعبين، مقطع جميل صدقني بتستمتع وانت تلعب. ليه؟ لأن في 10,000 ريال للفائز في المقطع. وتعرفون اني ما اكذب بالمبالغ، اعطيك مبلغ قدام المشاهد، لكن ما في شيء سهل عايز المشاهد، تعرف انت بعد. اخر مقطع شرطي حرامي وصل فوق 2,000,000 مشاهدة و 200,000 اكسر، وتحية. لا تنسونا من لايك والاشتراك يا جماعة، ما بقى لنا شيء على 7,000,000، وقاعد انزل الشيء اللي تحبونه والله رغم تعبكم تستاهلون، فابشروا بالخير ولا تحرمونا من دعمكم. ابى اشرح لكم المقطع. ظهر لكم ثمبنيل فامباير، الشخص اللي هو مصاص الدماء. مصاص الدماء معروف بالاسنان، صح؟ يا سلام. اللي بيصير كالاتي، راح اوزع على كل شخص كمامة الان، امسك، وراح اوزع على كل شخص اسنان الفامباير، امسك، استعمال مرة واحدة ترى. تفضل تفضل. اسنان الفامباير هذه عزيزي المشاهد بتكون هي زبدة مقطعنا لليوم. ايش اللي بيصير؟ راح يكون في واحد بيننا كلنا تتوزع لكم الاوراق. والله يا جماعة اني ما اعرف مين هو الفامباير، في واحد فامباير تنعطى الاوراق لكم بعد ما نمشي واحنا لابسين الكمامات، كل واحد بيفتح ورقته. اخر شخص راح يبقى في الجيم والفائز. طيب كيف طريقة اللعبة؟ في فامباير بيننا، الفامباير يقدر يعض الشخص اللي قدامه، اذا عضه الشخص الثاني برضه يصير فامباير. صهيب قوم البس الفامباير. فرضاً صهيب الان فامباير ومعاي بالغرفة، او وانا امشي صهيب عضني مثال، الان انا اتحول الى فامباير. بكل بساطة تقدرون تهربون منه، تقدرون تزبنون، لا يعضك الفامباير، يمكن يمشي جنبك واحد طبيعي بعدين يفتح فمه وتشوف فامباير. اهرب احمد، اذا عضه يصير معه، اذا عضاك تصير معه. اركض امسك اثبته، تقدر تمنع نفسك. الان جيتك انا اثبتك واهرب عادي، بس الذكي اللي بيسوي نفسه مو واضح. فاهمين الطريقه كيف؟ واضحه؟ كل واحد يحط الفامباير في جيبه، كل واحد فيكم بيطلع جواله وبيتجهز، بتكون في كاميرات تحكم وبيكون في كاميرات بالفله. اخر شخص راح يبقى راح يفوز. عندكم ساعه من الان، في الساعه هذه اخر واحد هو الفائز، واضح؟ في حال ان في شخص منكم تحول، تعرفون شو تسوون؟ تمشي طبيعي بكيفك، فك الكمام، ممنوع تشيلها وتحطها بجيبك. كل شيء تمام؟ بسم الله نبدا نوزع. تفضل تفضل. ممنوع انك تفك الكمامه لما تقرا الورقه حقك، تقراها ثم تفكها، تمام؟ كل واحد بينتشر الان بالفله، وازبن وقرا، تبي تزبن جنب واحد بكيفك، جميل؟ طلعوا جوالاتكم، 1 2 3 ليتس جو. طلعوا اوراقكم كلكم. دقيق خلنا نقرا ورق هناك. هلا اخويا. هلا والله. هلا هلا هلا. انا دائما اكون فامباير، دائما اكون مصاص دماء دائما. يا مرحبا، بما انه الكل راح، شوف شوف سيلفي والشباب كلهم خلفي، خليني اشوف ايش انا. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. فيرفل بعد يا فيرفل بعد. بقرا رسالتي في مكان بعيد، بقرا رسالتي في مكان بعيد. صقعت. يا رب يا رب. انا مواطن، مواطن لازم أزبل. ريان أنت أخوي تواصل، لا توريني ورقة، تقل لي لا، أنا بفتح الورقة أبوريك وأنت بتفتح بتوريني. مواطن مواطن، أنا وريان مواطنين. استفدت لبس الأسنان. هلا خالد. هلا خالد. تعال. يا رب يا كريم. أنا مواطن. خلونا نشوف انا ايش. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه ماي جاد، انا الفامباير العظيم اني لا اسوي شيء ما يتوقعونه. طيب خلونا بمثل عليهم زين. طيب بس بوقتي افك الكمامه، والله ما ادري يا جماعه. بسم الله، أنا مواطن. أوكي، عندي ساعة، المشكلة فلوسي، يعني أنا بحاول أوفر فلوسي، بس اللي أعرف إني لازم أخيل فامباير عضني، تمام؟ بخوف. تعال تعال. تعال. إيش أنت؟ أنا؟ مواطن. والله. أنا مواطن في فمي. إيه؟ مواطن أنا. فجأة يطلعوا. لا لا. وين ورقتك؟ رميتها. أبغى أشوف العيال وين أول شيء. يا الفامباير. وينكم؟ تعال شوف وجهك ركان. ايوه ركان. الحين لازم نروح عند كل واحد، ايه، ونقول له قل السلام عليكم. حلوه. السلام عليكم. السلام. إيه اذا تقل لسانه إيه؟ معناه حجيجي. ابي اجبن
مين فامبير؟ ما في احد قاعد يهرب. الفامبير الحين ما لبس. الغبي كل ما تاخر عن العرض بنفوز. عندنا ساعه. فيرفل 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 شكل فامبير يا عيال. يا عيال فيرفل شكل فامبير. يا عيال فيرفل شكل فامبير. يا عيال شكله فيرفل. يا عيال شكله فيرفل مو قاعد يتكلم. دحوم تم غلط. شوف ايش بايده. شفت ايده؟ مع ايد اصطناعيه ولا ايد ماكول منها وتمه منفوخ عامل هيك. ها 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 شفيك شفيك ها. ابي اخوف احمد بذي يا حمار. شفيك شت اذا فيه فلن حشرنا. او ماي جاد شكله هو. انت فامباير فيرفل. يا عيال يا عيال بنعم انا بغرفة ابراهيم. يا عيال افزعوني. وين؟ لا احمد واحد انعض. خذني معك خذني معك خذني معك. انعض انعض. صاروا اثنين صاروا في اثنين. اثنين مصاصين دماء اثنين مصاصين دماء. اهرب اهرب اهرب. احمد دقيقة. طيب اسمع مو اول واحد انا. انا ما اقدر اتكلم. ابيك بس طلبة. ها؟ ابعضك الحركة. ما ابغى انعض انا. لا ما ابغى نعرف. لا احمد مقفل. احمد مقفل. احمد مقفل. احمد مقفل. احمد مقفل. احمد الله مقفل. احمد شكله قفل. احمد شكله لا تحوم تحوم. مقطع ما ابغى نعرف انا بفوز فيه. احمد خليني اعرف شكله. مستحيل مستحيل انك تعطي. لا مستحيل. لا لا خلاص 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 خلاص. طيب اوكي 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 انا فامباير ما يخالف. بس اسمع ابى اسوي نفسي ماني فامباير. ابى اطلع كاني هربت. ابى اطلع كاني هربت بلبسه برا. لا بالناس تحداك انا هرب. وخر وخر يا عيال اسمنوا. يا عيال اسمنوا. فيرفل فامباير اسمنوا. بشرح لكم وش السالفة. العيال مو مصدقيني 100%. انا متأكد ان في اثنين فامباير. شونغ وفيرفل. شفت الضحية بعيوني. شفت كل شيء. يعني متخبي انت. متخبي. يا عيال فيرفل فيرفل فامباير فيرفل فامباير. انت ليش ما تتكلم زين؟ طيب ها قاعد اتكلم زين. السلام عليكم. السلام. فيرفل فامباير ما يدخل ما يدخل. احمار انا معكم يا عيال. احمد احمد يا اخي. ها ها ما في شيء. ركان ريان فيرفل فامباير. وشلون انت كنت معه؟ هربت هربت. كيف عرفت؟ يا اخي ما في شيء. ايش فيك؟ ما في شيء ما في شيء. احمد جاي
يا خبي أشوفك يا خبا خبي قاعد أشوفه قاعد أشوفه قاعد أشوفه شفت ركبها شفت شونج إكس بونجي شونج إكس بونجي ركبها شفت بعين إيه هيرفول مرحبا بالسعد كيف حالك طبعا اكتب في راسي طبعا اسمع خلني اسوي نفسي اركض لا وسعنا يا رب طيب ترى يمكن باقي 45 دقيقة في الرينج هذا فما في وقت في أحد تعال زومي دقيقة أول شيء مش لغتكم تكلمون زينا حلو ولا كيف حالكم الحمد لله والله حلو زين دقيقة مش تمام لا وكان تحول شكل معبر كمان يلا تعال 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 تعالوا اسمعوا كنا شفت واحد هناك اسمعوني اسمعوني انا فاتح انا فاتح في واحد دقيقة خالد وينه ولو؟ يا عيال يا عيال عندنا واحد يا عيال عندنا واحد يا عيال أنا آخر واحد؟ لا تعال يا عيال يا عيال يا عيال في الوحش يلا حضري والله ما يديك تحضري فرس فوق
ارفض يا حطب في نص ساعة يا حطب يا جديد يا حطب هذا شغلة هي خلوه خلوه ماشي فورش هذا خلوه نرجع له هي اراقبه واحد اراقبه سبايك تعال فوق تعال فوق معي وش لا علمني وين صهيب وانا باخليك تفوز اخر مره شفته ورا الفيلا اخر مره شفته ورا الفيلا وين هنا كله ممنوع برا ورا صهيب خارج ها يا صهيب ها ايوه سكنا صهيب وين بتطلع ولا نطب يعني بعر السالفة يا عيال هوا طيب اسمعوني عيال هيا ابو سعد اجلس هنا راقبه حلو هذا نستخدمه مو بالحين خلينا نطلع صهيب اذا كثرنا نقفل عليه باقي صهيب فاجلس خليك على ذا وقفل الريكورد ايه تعالوا وش عيال باقي صهيب يا عيال ركان دور هنا صهيب واحد كلهم ظاهرين راكان دورت غرفة تحت إبراهيم تعال غرفة إبراهيم أنا بدخل غرفة إبراهيم العشاء تعال فشف باقي انت اما انك تجينا تعال تبي اسمك بالطموره تعال فشوف اقسم بالله اللي يجي تحت لا غرقه والله اوف والله لا غرقه والرجال ينزل لي اعطني الوطه حقتي اسمع رجال والله الناس راسين مليان تطالع فيني انا ما عمري طبيت في المسبح ما عمري احمد بس ورب الكعب ما ادفع 10000 ريال وانتوا قدامي
سمعت؟ فلو بتغرقني بغرقك معاي. وطالع طالع ذيك طالع بسوي الان طالع بسوي الان طالع بسوي الان شوف 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 ابيك تركز معي زين ها؟ هذا فسخته؟ انا مستحيل اطب؟ انا بطب يا عيال يا عيال هدوء بالثواني شدي شدي طيب طالع فيه ادخل لا احمد بالله يا خالد تعبتنا. يا رب استمتعتوه. قل لهم على الاشتراك. اقسم بالله يا اخوان قد ما يبسطنا ويبسطكم. اشتركوا بس. يعطيكم العافيه. مع السلامه.